السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، حياكم الله. نواصل إن شاء الله مشوارنا في الأنا بلس. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الترابل شوتينج. الترابل شوتينج يعني إذا أنا كان عندي حالة، يعني بحيث إني فقدت الاتصال بالشبكة اللي أنا موجود عليها لسبب من الأسباب، ففي هناك 4 خطوات بنمر فيهم إن شاء الله، واحدة واحدة بنفحصهم حتى نتأكد وين المشكلة. بداية أوبن أدوس ويندو أند بينج 127.0.0.1. ال 127.0.0.1 هي عبارة عن لوب باك ادرس، تكلمنا عنه فيما مضى. اللوب باك ادرس هذا اذا كان في هناك رد، طيب خلينا نسوي عملي. طبعا بالنسبة للدوس احنا بنروح من الستارت على رن وبنضغط او بنكتب سي ام دي. الان بيطلع عند الشكل هذا. الان انا بدخل بينج 127.0.0.1، بنلاحظ انه انا في عندي ريبلاي فروم 127.0.0.1 البايت 32 بايت، وعندي تي تي ال اللي هي تايم تو لايف. اوكي، الان نسبة النجاح 100%، 4 باكتات ارسلت، 4 باكتات استقبلت. الان انه الان عملية البينج هاي تمت بنجاح. طبعا البينج هذا هو امر انا بستخدمه حتى اتاكد من اني متصل بجهاز على الشبكه او جهاز بعيد عني. اوكي، طيب فالان في هون في الحاله هاي في عندي رد. الان انا في الاوبن لما استخدم هذا البينج في عندي حالتين، اما انه في رد يعني يس، في اكنولجمنت، في ريبلاي. هاي بتعني انه الاي بي ستاك يعني تي سي بي اوفر اي بي ستاك بروتوكول او بروتوكول ستاك او بروتوكول سوت از كونسيدرد تو بي انيشلايزد، يعني انا عندي تمام انه الان تي سي بي اوفر اي بي شغاله ونازله على النظام الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه. طب اذا كانت غير موجوده، يعني نو ما كان في عندي هناك رد، ما فيش ريبلاي، بكون عندي فيلر بالتي سي بي اوفر اي بي اند نيد تو ري انستول تي سي بي اوفر اي بي اون ذا هوست. في الحاله انا بحتاج اني انزل تي سي بي اوفر اي بي على نظام التشغيل الموجود انا عليه على الكمبيوتر، وفي الغالب التي سي بي اوفر اي بي ستاك او السوت هي بتكون نازله تلقائيا على الجهاز. الخطوة الثانية، الخطوة هاي تمام. الخطوة الثانية عندي بقول لك بينج ذا اي بي ادرس اوف ذا لوكال هوست، بقول لك بنك او اتاكد من الاي بي ادرس اوف لوكال هوست اللي انت شغال عليه. بداية احنا بنعرف كيف نجيب الاي بي هوست اللي انا شغال عليه. اي بي كونفج اول، لاحظ بيطلع عندي انا الادابترز، بطلع عندي هنا انا الادابتر اللي انا شغال عليهم. طبعا هاي الادابتر هي الفيزيكال عندي انا، اللي هي الاثرنت ادابتر فيزيكال. طبعا هي عندي ميديا ديسكونكتد مفصوله مش موجوده. ديسكريبشن ريال تك بي سي اي جي بي اي فاميلي كنترولر، لكن انا منزل مثلا فيرتشوال لوب باك ادابتر ومعطيه اي بي ادرس. فخلينا ابنق عليه، اعمل عليه بينج على البي ادرس 192.168.10.1. شو اعطاني؟ لاحظ انه اعطاني ريبلاي. اعطاني وات؟ اعطاني ريبلاي، يعني انه لاحظ انه الباكت اللي ارسلت 4، اللي استقبلت 4، اللوست 0، يعني 0 لوس. اوكي، يعني في عندي رد. في الحاله اذا كان عندك رد بكون يور نتورك انترفيس كارد از فانكشنينج، يعني انه انت اذا كان عند بنكت على عنوان الاي بي جهازك كان في رد، عرف انه النتورك كارد شغاله. طيب الان اذا انا كان عندي ما فيش رد، في الحاله هاي بكون في عندي بروبلم في النتورك كارد، بدي اشيك على النتورك كارد، ممكن تكون ضارب، ممكن احتاج الى تغييرها. طيب اعطاني رد وعمل معي ريبلاي. الخطوه الثالثه بتقول لك بينج على الديفولت جيت واي، يعني على الراوتر. احنا عرفنا شو هو الديفولت جيت واي، اللي هو الراوتر اللي بكون عندي، بكون الجهاز متصل بي سي عليه مباشرة أو من خلال السويتش، حيث إنه بنقله إلى شبكة أخرى موجودة على نفس الراوتر أو موجودة على راوتر آخر. المهم هي المنفذ أو البوابة لأي جهاز موجود على الشبكة الداخلية. بنفس الخطوات على سي ام دي أو الدوس تعمل بينج. طب احنا الآن مش عارف انا الديفولت اي بي الديفولت جيت واي، بنروح بنطبع
مثل ما تعودنا اللي هو الأمر IP config slash all. تلاحظ أنه معي هو عبارة عن 192 اللي هو default gateway 192 168 10 10. ببنق عليه 192 186 10 10. ننتظر شوف إذا في رد أو لا. بقول لك request timed out لأنه بداية أول باكت هو راح يبعث 32 بايت يعني 4 باكتات. أول باكت ما في رد. بنلاحظ إنه أرسل 4 باكتات ما كان في أي رد. باكت سنت 4 received 0. أنا فقط 4 باكتات 100% لوس. فالآن أنا عندي ديفولت جيت واي مش متصل. في الحالة هاي إذا كان متصل وكان في عندي رد، طبعا في حالتنا هذه ما كان في رد. إذا كان في رد network is blocked يعني إنه network into the network يعني الكابل الـ UTP أو متصل بالـ network card ويستطيع أن يتصل إلى الشبكة الأخرى. تمام؟ يعني نيك is plugged into the network and can communicate to the local network. يعني إنه هذا السلك موجود داخل النتورك كارد والنتورك كارد تستطيع الاتصال بالشبكة المحلية. لكن إذا كان غير موجود local physical network problem، في عندي الآن physical problem يعني تكون عندي نتورك، يعني الآن أنا المسار راح يكون هو النتورك كارد تبعت البي سي اللي أنا بكون جالس عليه، وهذا راح يكون الكيبل. الكيبل راح يكون موصول دايركت مع إيش؟ إحنا قلنا مع الراوتر. فالآن عندي بكون مشاكل إما بالنتورك كارد أو بالكيبل أو ب المنفذ هذا. الان احنا نتورك كارد تاكد انها شغاله من لما بنكت على الاي بي هوست، فبوقع عندي يا اما الكيبل او النتورك كارد بتكون موجوده على او المنفذ البورت بيكون على الراوتر. ذلك بقول لك ذات كود بي اني وير فروم ذا نتورك تو ذا راوتر، فبكون عندي مشكله في هذه الجزئيه. الان اذا الخطوه الرابعه اللي هي الخطوه الاخيره، اذا كانت الخطوه الاولى ستيبز ثرو 1 ثرو 3 وير سكسسفول يعني هاي الثلاث خطوات كانت شغالة، لكن في المقابل أيضا ما عندي موجود بينج. يعني الآن لما يكون أنا عندي الجهاز البعيد عني، نفرض أنه هذا راوتر، هذا شبكة، هذا الراوتر نفرض أنه متصل براوتر بعيد أيضا آخر، وهذا سويتش مثلا، هذا سويتش عليه هوست، هذا السويتش عليه هوست، فالجهاز هذا أرسل بينج للجهاز الثاني فما كان في رد. تأكدنا انه هذا الهوست او البي سي نازل عليه تي سي بي اوفر اي بي، النتورك كارد اوكي، الكيبل بيتصل الديفولت، فمعناته المشكله انا عندي هون اوكي. او انه ممكن يكون نفس الراوتر على سويتش، وهذا عندي بي سي 1 وهذا عندي بي سي 2، لما بالبي سي هذا بيعمل بينج على البي سي هذا ما بيكون في رد، ما بيكون ريبلاي. تأكدت انه النتورك شغاله، التي سي بي اوفر اي بي شغاله، كل شيء شغال بس ما في رد. ففي الحاله هاي بدي احاول اعمل بينج على الريموت سيرفر، على الريموت سيرفر او على الريموت هوست عشان اتاكد انه انا الان ببلش احصر في المساله. يعني انا عندي الباث هذا كله فيه كان مشكله. الان بعد ما تاكدت من الخطوات الثلاث الاولى، تاكدت لحد هون انا اوكي اوكي. الان ما بعد هيك في مشكله، يعني في المسار اللي بين هذا البورت لهذا الجهاز في عندي مشكلة. في الحالة هاي إذا بنكت على الجهاز البعيد وكان في رد، معناته IP communication between the local host اللي هو الجهاز اللي أنا عليه والريموت سيرفر أو الريموت هوست كمان سواء كان على نفس الشبكة أو شبكة أخرى، وأيضا الريموت physical network is working يعني جهازي والجهاز اللي أنا بنكت عليه والشبكة اللي موجود عليها الجهاز البعيد شبكة أخرى، تمام أمور تمام. لكن إذا ما كان في رد، you probably have some type of name resolution problem. ممكن يكون عندي أنا خطأ في التسمية، ممكن أكون مثلا أنا مسمي الجهة أو معطي يعني أنا قاعد ببنق على IP address ممكن مش موجود، أو إنه الجهاز اللي أنا قاعد ببنق عليه ماخذ default gateway غلط بحيث أنه مش قادر أوصل إله، فبكون عندي في مشكلة في النيم. وايضا لازم اتاكد ايضا من الدومين نيم سيستم اللي هو الدومين نيم سيستم اللي هي بروتوكول. يعني وضحته يمكن قبل مره بشكل سريع، قلت الان انت لما بدك تدخل على النت وتدخل ما بتدخل العنوان
مثلا تدخل على موقع www.google مثلا، تاكد جوجل شغله google.com مثلا، انت ما بتروح بتدخل الاي بي ادرس تبعه، لا هو في بروتوكول بقوم بتحويل هذا العنوان لاي بي، فهذا البروتوكول بقوم بتحويل هذا العنوان الى اي بي ادرس يستطيع الراوترات فهمه. لان اذا انا كنت بشتغل على شبكه موجود عندي سيرفر وانا مثلا ما بدي ادخل العنوان الاي بي، بدي ابنق مثلا على اسم الجهاز اللي انا بدي ارسل عليه، بتتاكد على انه هذا الجهاز اللي انا بنقت عليه ماخذ اي بي صح، او انه الجهاز اللي انا ارسلت عليه هناك علاقه صحيحه بينه وبين الاي بي ادرس. وايضا بدي اتاكد يعني ممكن احتاج اني اذهب الى الشبكه البعيده اذا كانت قريبه مني، اتاكد على انه فعلا السيرفر شغال بمثل الخطوات اللي انا اشتغلتها من 1 ل 3، تقدر تعتبر هذا سيرفر، واذا انا كنت بشتغل على هوست. تمام، نكتفي الى هذا القدر ان شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم.